مسلمة، أنا محمد عزيز عبيدي، أقرأ أي دو في الإنسات، كملت أي دو نمو في سعديات الوار، ومو في جيسي إنسات عندي توا 19 من سبتمبر 2017. علاش دخلت جيسي؟ دخلت جيسي خاطر فما برشا دي كلوب يحسنوا لك كوتي تكنيك، بار كونت ما ثماش دي كلوب دي أسوسيسيون يحسنوا لك برشا كوتي يعملوا لك على الديفلوبمون بيرسونيل نتاعك، اللي هي حاجة موجودة في الجيسي. حبيت اسوسيسيون تخليني نحس لي نعرف في السوسيتي نتاعي اللي قاعد نخلي في امباكت. حبيت اسوسيسيون كونيو على شير مونديال وفيها ريزو كبير وبيان اورغانيزي، دي حاجة لازم اي عبد يجربها دونك اون طونك جو. زيد حبيت على اسوسيسيون تزيدني في الكوتي سوفت سكيلز، معناها بريس دو بارول ان بوبليك، ليدرشيب، كيف نتعامل مع لافيل، كيف نجير ان جروب. بالحق لقيتهم هذوما كل الكريتير في جي سي اي، كم جي سي اي انسات مني لها قريبت لي وكل شيء احسن لحظات عشتهم في جي سي اي. ثم برشا اللي ماما حداهم مع جي سي اي، اما اكثر زوز رحت فيهم لوليني اول عام وقتها نعملوا في البروبوزيسيون البروغرام تاع سناء، وقتها انا بروبوزيت اكسيون وكيفاش كملت تقبلت، بعديك تقبلت في اللي بسمع عليها فوت، بعديك عملنا عليها فوت وطلعت. الحق حسيت روحي عملت حاجة زي ما عملت تيفي، خليت تيفي متاعي ومومو الثاني وقت اختاروني باش نكون ريسبونسابل اورجانيزاسيون في البيت. هذيك كان مومو ياسر محليه، الحق خدمنا فيه بالدي مع بعضنا على الكل، وفرحت على الاخر كيف الاخر نجح، وحسيت روحي انا عملت حاجة دو فالور وشتو اعرف برشا عباد ياسر محليه هما يتصحاب معاهم بعدين. شنو علمتني جي سي؟ جي سي علمتني القوة ديما في الجروب، وكل عبد البلوس بتاعه مهم حتى لو كان شوي. علمتني زادا كيفية نوفق بين برشا حاجات و ميم طون، وخلي ديما الوقت القراية ووقت الجي سي اي ووقت الفرهيد وكل شيء. زادا جربت أساس أني نعاون عبد، نعاون عبد يعمل حاجة هو يحبها وهو أساس ياسر محليه. علمتني زادا كيفية زوجي غان جروب متاع عبيد، زدت وليت سوسيابل أكثر شوية، عرفت عبيد ياسر محليهم وليت صحاب معاهم، زدت فت كونفيونس في روحي أكثر وليت هكا نصدم باش ناخد دي ريسبونسابيلتي، وخلتني نحس من الإحساس متاع ريسبونسابيلتي وأني نكون ريسبونسابل مسؤول على حاجة، والحاجة ذيك بالحق لازمها تنجح. شنو طموحي كجي سي؟ أول حاجة نحب نولي تيتولير، نحب نولي مومون تيتولير. نحب نعرف اكثر عباد من الزوم تاع جي سي من الانسان من برا من الانسان. نحب نشد مرة ديريكتور داكسيون، ونحب يكون عندي اكثر امباكت على الانتوراج نتاعي، ويكون عندي امباكت ملموس ونخلي افي كبير برشا في الانتوراج نتاعي. سلام، كون استوالت عليكم، باي باي.